السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اولا، يتجمل العريس بالحلي والذهب على صدره وعلى ذراعيه، ويضع الحلقة في اذنيه. اتجمل بالحلي واضع الحلق؟ نعم، بعد أن تخرم أذنيك ليدخل الحلق فيها. وهل يعقل أن ضابطا في الجيش يعلق في أذنيه حلق ويتزين بالذهب؟ لقد سألتني عن تقاليدنا وأنا أجيب. حسنا، وغيره؟ تتقدم أنت أو شيخ قبيلتك طالبا يد العروس، وبعد موافقتي تأتي بالمهر. وكم قيمة المهر؟ المهر عندنا ليس ذهبا أو فضة، إنه رأس أسد. رأس ماذا؟ رأس أسد، تقتله في الغابة وتأتي إلي برأسه. ولكنني لم أقتل أسدا في حياتي، ولا أجرؤ حتى الاقتراب منه، ولو كان معي مدفع ورشاش. هذه عاداتنا. حسن، وبعد أن يأتيك برأس الأسد؟ بعدها أقرر. تقرر ماذا؟ أقرر هل أزوجه ابنتي أم زوجتي؟ أتزوج من زوجتك؟ هذه عاداتنا، أنا أقرر من هي العروس. وإذا أراد أن ينسحب أو يعدل عن الزواج؟ لا يستطيع، في هذه الحال يحل دمه.